ادي واحد واسكت ولا لا. ده معرفش ازاي ما كانش معايا السلاح والله. اوف 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 ده كله اتلم عليا. بس مكانك ما تحركش. بس سيب سلاح. ايوه السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من سيرفر مود الشرطه اس دبليو 8. السيرفر ده كنا لعبنا فيه الفتره الاخيره، لعبنا وعملنا شويه سيناريوهات، اتخرجنا من فرقه شهاب وخطفنا قبل كده لواء وعملنا شويه حاجات جامده جدا. لو ما شفتش الفيديوهات دي فانا هسيب لك سلسله الفيديوهات تحت في الديسكربشن. المهم بقى ان احنا في فيديو النهارده هنجرب كده، يعني شايفين العربيه اللي انا جايبها دي، الربع دي عربيه من حزمه التهريب الموجوده هنا في السيرفر. فخلينا كده بقى نبدا نمشي كده نقلب في الشرطه، نبص على الدنيا كده نشوف اللي موجود. انا بصراحه يعني حابب انكش في الشرطه شويه، بعدها بقى ممكن نبقى نخطف لنا حد او نعمل اي حاجه من الحاجات دي. بس النهارده انا بصراحه كده ناوي ادخل انكش في الشرطه، اشوف شرطي يعني نظبطه من الاخر يعني. خلينا كده بقى نتمشى نشوف اي شرطي، اي مواطن نتفق مع بعض على شرطي او اي حاجه من الحاجات دي. في عربيه شرطه ورا، بس خلينا نفكنا من الاخر، نقرب كده احنا من مركز الشرطه. في ده مواطن، ده دول مواطنين، دول بس الربع حلوه بصراحه. هنشوف دلوقتي اي عربيه ثانيه. انا طبعا حاليا مطلع الشوزن. ايه ده شرطه؟ دول شرطه بس عربيات سريه تقريبا. بس انا حاليا مطلع الشوزن. شرطة عربيات سرية يا باشا. لا 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 لا، حاليا اخدت الشوزن واخدت الرشاش واخدت مسدس تقريبا، اخدت ايوه اخدت ده بتاع الشرطة، بس هو معايا من لما كنا في الشاب، لما كنا في القوات الخاصة. بس دلوقتي انا بصراحة مش هستعمل غير الرشاش، نظبط بس كده الايم، وكمان هستعمل الشوزن. الاثنين دول بصراحة انا هستعملهم، وكمان هنجرب كام عربية ثانية كده. فبصراحة انا مش هستخدم الا دول، انا مجهزهم للشرطة بصراحة. خلينا كمان نغير العربية دي. الحزم طبعا حزم كتير جدا، بلاش حزم تهريب، خلينا في حزم ال في اي بي. ايه ده كابريس 2016. خلينا كده في الكابريس. طيب خلينا بالكابريس، خلينا بيها كابريس سريعه برضه وصوتها جامد، صوتها اسطوري جدا بصراحه الكابريس. ممكن على فكره اعدل العربيه عادي جدا، ما فيش اي مشكله. بص كده بس، اوف الشرطه عندهم اصطفاف عسكري جوه تقريبا دلوقتي، بيجهزوا للتوزيع علشان هينتشروا في المدينه دلوقتي. فين الاكزوست بتاع العربيه؟ خلينا كده اعدل على لما هم يصطفوا كده ويتوزعوا عشان نبدا بقى الشغل معاهم. تعديل السياره، خلينا نعدل اللون، نخليها اسود ولا نسيبها بيضة زي ما هي؟ اوف 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 حد بيضرب. لا 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 الشرطة بيضرب عليه عشان موجود وفي اصطفاف عسكري. عايزين بصراحه نستكشف ساندي، لان احنا من اول ما بدانا في سلسله فيديوهات مود الشرطه وانا موجود هنا فلوس، فبصراحه عايز اروح اشوف ساندي، اشوف ايه الموجود هناك. كمان نشوف كده يعني في سرقه بقالات كمان بقت موجوده، ممكن تسرق بقالات، بس طبعا البقالات هنا بقالات معينه اللي تقدر تسرقها. في مثلا البقاله دي او البقاله دي او البقاله دي او البقاله دي، في شويه بقالات يعني تقدر تسرقها. طب نكمل كده، تعديل على السياره، نحط التظليل، نحط تظليل 03 ايوه كده. الماكينه نعدل على الماكينه طبعا اكيد، نخليها ليفل 4. الايه الجير والفرامل نخليها ريس طبعا. نهبطها ولا ايه؟ هبط خليها كده. فلل الدرع، الكفر لا سيب الكفرات زي ما هي. الجنط اوف ده بيغير بقى شكله عامل ازاي، ده جامد جدا الجنط ده. نخلينا في الاستوك ده ولا ناخد اي واحد تاني؟ انا بصراحه بقول خلينا في ده. دخان لا سيب دخان الكفرات زي ما هو. اللوحات خليها سود. اصطفاف عسكري لعموم العساكر في مركز دوريات الامن، خلينا في السودة دي كده. ده انا اجهز لهم السلام على العربيه. خلصوا بقى يا جدعان، كل ده بتصطفوا كده كده هتموتوا. بس العربيه بقت جامده جدا بصراحه. عايزين نسرق بقاله كمان النهارده. تعالوا كده على ما هم ما يصطفوا، نروح نبص كده على البقاله اللي قدامنا دي نشوف فيها ايه بالظبط. بسم الله. اقدر اسرقها منين بقى؟ من هناك هنا. بس تقريبا لازم عدد ولازم خمره، مش عارف بصراحه. بس احنا هنجرب لما نجمع العدد ونجرب شويه في الشرطه، نبقى نيجي بقى نسرق البقاله. مؤسسه عسير للمواد الغذائيه، قشطه عليك عسير. ايوه كده بدات اول دوريه تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال اخويا تعال استلم، تعال تعال اركب جنبي، تعال اركب جنبي يا سلطان، اركب جنبي، تعال اركب جنبي، نقتل لنا شرطيين ثلاثه. تعال معاك اسلحه يا سلطان. معاك كل شيء انا في دار. يعني معاك كل حاجه؟ كل حاجه. قشطه عليك يا سلطان. معايا ايه طبعا؟ قشطه عليك. ده بص هنرجعهم النهارده. انا بصراحه سلطان مش عاجبني حال الشرطه اليومين دول في المدينه. ارجل رحم عليك، شيلهم كلهم دندن. تعال يا باشا تعال نشيل كلهم، عايزين نشوفهم بس. ايوه قشطه قشطه قشطه. طلع دول حامله. لا لا مش كتير قوي كده يا باشا. تبغى تربعهم؟ عايزين نعمل فيهم كل حاجه بتتعمل. التزم بقوانين المرور يا شرطي. نعم يا مواطن. التزم بقوانين المرور يا مواطن. انصرف. انت كسرت الاشاره ورا. انصرف يا مواطن. مليون اللي انصرف، بس انا مش همشي، انا عايز استفزهم بصراحه. في المواطن ده ولا سريه؟ انا بقيتش عارف والله. المشكله ان في عربيات مواطنين تبان مواطنين عادي، بس فجاه تلاقي السيفتي شغال، تبقى صدمه. يا سلطان انت ايه رايك اعمل ايه دلوقتي؟ إيه شوف مش قلت لك سريه؟ سريه شغل السيفتي. ادخل هناك وخلهم. انا اروح يمين فين فين نروح فين؟ هظبطهم لك، انا هظبطهم لك. ما تقلقش انا هنظبط دلوقتي مكان رايق. ده بدا يصدم، هنفرتكم دلوقتي يا سلطان، متاكد ولا هيشيلونا؟ قشطه 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 يا سلطان. لا تقلق لا تقلق.
الاسلحه مش معايا. يا نهار ابيض، اف 11 السلاح مش معايا، ما اعرفش ازاي. اطلع فوق بسرعه، ربنا ما اعرف ازاي السلاح مش معايا. اوف، ادي واحد. اسكت ولا لا؟ ده ما اعرفش ازاي ما كانش معايا السلاح والله. اوف اوف اوف، ده كله اتلم عليا. اسقطته اللي هناك ده، تسقط. ايوه اللي بعده تسقط. لسه مين؟ لسه مين؟ اوف، كل ده انزل. اوف اوف، شفنا. ايوه لسه مين؟ لسه مين؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ مش عارف اعمل ايه والله. عايز اطلع الشوزن بس مش عارف اطلع الشوزن. اطلع فوق بسرعه، كل دول مسقطين. سلطان صاحبي مات يا عم. هو جاي 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 جاي. ايوه ايوه، ده قوات خاصه، فعل قوات خاصه وتفعل مكافحه. انا عايزه يطلع، بس انا عايزه يطلع. ايوه اللي بعده اللي بعده اللي بعده. وقعت وقعت وقعت، يا رب ما يكونش في حد. اوف، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه اللي فعل ده كله؟ لا لا، كتير 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 كتير. اخ، تايزرني تايزرني. تايزرني للاسف، تايزرني. وين بتروح يا مواطن؟ وين بتروح يعني؟ وين بتروح؟ علمني. يا نهار ابيض، وين بروح؟ فين بس؟ انتوا كنتوا كلكم منين؟ كل ده جه امتى؟ شفت كيف؟ كل ده جه امتى؟ يلا شيلها 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 بسرعه 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 بسرعه. سريع سريع. هتروح فين؟ سريع سريع. ايه بس، انا شايف انا نزلت، انا نزلت جي خمسة حرفيا. خلاص هيحكم عليها بالاعدام. اوف، ايوه ايوه ايوه، على الفزع. يا سلام على الفزع. كان تمثيل الشخص، كان تمثيل الشخص. المواطنين جم يفزعوا. قشطة عليك. اوف، الرجالة ماتوا، اللي مسكوني ماتوا. طب ايه؟ طيب طلعني، طيب طلعني. انا ما انا ما انا جوه مش عارف والله تطلعني ازاي. عاش عليك والله، عاش عليك معلم معلم والله، تسلم. وقاعد دلوقتي تقريبا بياخد فيست. يا لعيب يا لعيب. ايوه كم مره بقى فكني؟ حاول تفكني، حاول تفكني. تسلم تسلم تسلم، عاش عليك والله، عاش عليك. على الحلال انت معلم، على الحلال معلم. تعال تعال يلا يلا، هركب معاك. ها هركب معاك، هركب معاك. يلا يلا يلا. ده طلع منين ده؟ طلع منين ده؟ ده هو لا يسوق ولا لا يسوق، اقسم بالله معلم. انت طلعت لي منين يا عم؟ على الحلال معلم. مليون ورا. شفت انا عملت فيه مانا عشان تيجي خمسه. يا رب ركبت سيارك، الله ما يخليك. حبيبي والله، عايش عايش عايش. تعيش تعيش يا نمير. انا عشان تيجي خمسه، انا اصلا نزلت من العربيه اتصدمت ان انا مش معايا السلاح. خلينا كده بقى، غير غير المركبه دقيقه كده، اطلع مركبه ثانيه. روح روح الشوزن كمان وناخد المسدس. يلا يلا نروح. فين؟ حط لي على في شرطه. شرطه ولا ايه؟ اه شرطي. هلا ايش تبي يا شرطي؟ انا مش معايا حد، انا لوحدي. يلا يا زعيم. ايوه يا باشا، ودي على التعديلات. ما تجيب لنا شرطي كده نروق عليه. تبي ناخد شرطي؟ لا، هو فين سلطان؟ كان في واحد صاحبي اسمه سلطان بس للاسف قتلوه. سلطان اه بيسال عليا دلوقتي. هاتوا 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 يا باشا، هاتوا. نخطفه؟ ما نخطفوش ليه؟ بس احنا اتنين بس. ها هنخطفه فين؟ انا اختفى فين ده؟ هو ده سلطان؟ يا سلطان والله يا جدعان، الناس دي رايقه. بس لسه شايفين الراجل لابس ايه؟ وسلطان قاعد ورا طبعا. ايوه ايوه ايوه، اصحابنا أيوة. اصحابنا. المشكله ان هم اتنين، لا هم لا يتفايتوا لا اما يتخطفوا. نذبح واحد ونخطف واحد. حلو قوي، نذبح واحد. حلو قوي، اختيار رائع. عايزين حد رتبه حلوه كده، السر هتبقى ايه؟ طب حلو حلو قوي حلو. هم ضاعوا ولا ايه؟ دول ضاعوا يا عم. لا 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 لا، هذا 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 ارتفعوا لي، هذا ارتفعوا لي. هذا هذا هذا، يلا صوت 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 صوت. اول ما ارفع ايدي تنزلون. تمام تمام تمام، ما نتكلمش بس علشان ايه؟ ما يعرفش ان احنا موجودين. اسمعني، صفط لي صفط صفط على يمين يا رب. ابشر ابشر، صوت صوت يا رجال. ايوه ايوه، احنا ننزل فجاه بقى. بس بس مكانك 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 مكانك، ما تحركش ما تحركش. بس بس سيب سلاح، سيب سلاح. ايوه ايوه، اركب العربيه دي كده. اركب العربيه، اركب. تعال تعال اركب العربيه دي، اركب اركب دي الاس 500. اركب اركب. ايوه شاطر شاطر شاطر. يلا يا رجال، يلا سلطان سلطان، تعال تعال سلطان. اسحب من كل شيء. وش مسوي انا يا رجال؟ وين تودوني؟ كرهينه بناخذك رهينه.
ما عجبتني. والله انت دلوقتي يعني مخطوف للاسف. انا مخطوف للاسف. شكلك ظابط عسول. نوديه فين يا ريس؟ عايز نخطفه فين؟ نحتل على المول هذا. شوف المول هذا بيصير لنا. حلو. طب لا خش المول. خش المول والله خش. المول كويس في اغراض. باين عليه. فك الباب. انا من شيء احش وزن فين. تعال اوف اوف. خليك معايا بس. ايوه خليك معايا. طب بص تعالى معايا. تعالى اطلع معايا على فوق. اطلع على فوق. انت رتبتك ايه انت؟ نقيب. تعالى نقيب. تعالى بس اوف هنا. تعالى خش الاوضه دي. شايف الاوضه دي؟ خش على جوه. تمام. كلبش على ما بلغ انا. خطف عسكري برتبه نقيب في مول مربع 7015. يلا تعالى نبص في المول كده. اهم حاجه انت مكلبشه كويس. بس انا اتاكد بس. مويه ايه؟ ما فيش مويه. انت هنا انت ما تطلبش. ما اكلت ولا شربت شيء. انا بموت. هذا راعي المول. حلو قوي. اديله. ايوه ربيه. تعال نبص على المول كده نشوف ايه اللي فيه. المول ده جامد والله. يلا جاي وراك. يلا ورق عنب. فين ورق العنب ده؟ الشرطه دلوقتي هتلاقي قلبت المول. اسمع لي ده. انا شايل لي كام لوحدي. قشطة عليك. انا المول ده مخصص بورق عنب بس. فينا خصم على ورق عنب. متاح اليوم محشي ورق عنب. نحن الاصل والبدل. بالطرق 20%. قشطة عليك. اوف في ضرب. انا سمعت صوت ضرب. خد. انت صاحبنا. اوكي معلش فكرتك شرطي. معلش يا عم. لا عارفك. يا نهار ابيض. لا ايه ده كله؟ لا ده في مدرعات. ايه ده كله؟ اطلع له. هلا. السلام عليكم. ارجع. اوكي. هو مالهم متعصبين كده ليه بره؟ عايزين انهم حكومه وانهم انه ايه؟ انهم ناس تقيله. انا المعلم جعفر وانه عايزين يدول افلام ده. يلا هو راح فين؟ انت سبتني لوحدي يا ريس. انت رحت فين؟ ايه اصلا انت سبتني ورحت فين؟ ايوه. السحر اسود؟ انا ولعبت يا زهر واتبدلت لهم. عاوزين نطلع لهم. هطلع اتفاوض. تمام؟ قول له علي الامانه. انا والمعلم ابو خالد. انت المعلم مين؟ كلنا ثلاثه علينا الامان. ياسين. انا ياسين. ياسين اسمي. ياسين يا اسطى. دقيقه متفاوض. عطنا دقيقة يا راجل. ديت انت بالكوا كتير قوي. حياة الشرطة جوه اهم. حياة الشرطة جوه اهم. ماشي. ماله ده؟ جاي. انا عارف جايبين مزرعات كتير قوي. لا يهش ولا ينش. شوف سلاح هذا وارثة من جدك. شوف كيف يا اسود قصة حياتي الخرطوشة دي. حكاياتي مع ان ده الشاف السرواتي. الشرطة جوه. طيب عايزين نطمن عليه. بص وشوف ياسين يعمل ايه. بص انا كيب مستغنين عنك بره. انا بس بربيه. ياسين. هلا يا ابني ياسين. مين اسمه؟ يوسين. 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 ياسين ايه بس؟ العسكري جه. يلا طالع لومه. اما مالهم مترصص لنا كده ليه؟ مش وقت تحيات هنا رجاله. في شرطي مخطوف جوه. ده رصينهم رصه بنت. ايه ده؟ المهم شايفين صاحبك اللي مربوب جوه ده؟ عطني سبب اني ما دهمك. خاف على حياة الشرطي اللي جوه ده. المهم خلي رجاء طيب ذا يشيك على حياته. عطل امان الكامل. عايز يشيك على حياة الجندي اللي جوه؟ اللي احنا رابطينه جوه ده صح؟ هاتوا ليه الامان. عليك الامان الكامل. اي حركة كده ولا كده هتبقى حياتكم انتوا الاثنين. عليك الامان الكامل يا عم. لا والله ضربوني طعنوني بالسكين. شوف دمي هناك. ابغى مستشفى. بموت. الراجل ده كذاب. كذاب. المبلغ خلص يا باشا. طلعت يا خالد. الشرطي اللي عندك ده ربيه علشان خاطر بيقول ان احنا بنضربه. يعني لا وكلته ولا شربته وعذبته. عملت معاه كل حاجه. اديته كل حاجه. اعطي متطلبات ولا تكرافي. طيب اللي جايبين من الباب الخلفي دول يبعدوا عن الباب الخلفي دلوقتي حالا. ما حد دخل يا مجرم. ما حد دخل. ايا كان ما حدش يحاول حتى يقرب من الباب. المهم يا ريس تعالى دلوقتي يا باشا. محتاجين نص مليون دلوقتي وهروب على المرسيدس دي. جنيه ولا ريال؟ نص مليون دولار ان شاء الله. وش رايك يا غازي على الكلام السيء هذا؟ والله يا باشا الكلام ده ما فيهوش وقت للتفكير. في شرطي مربوط جوه وجعان وحالته زي ال اعطوه اللي يبونه. لو يبوا هليكوبتر جبنا لهم هليكوبتر وسبكونه. ابشر طول عمرك. عطهم اللي يبونه. هخش بس اتواصل مع الفريق بتاعي. بقول لك يا سلطان ما تيجي نخليها مداهمه. سنة تلعبات البيئه دي. عربيه البلاد يا ريس. المهم خد يا زوري. انت بتبيع الطعميه في الصبح وتسرق في الليل؟ ان شاء الله عشان تعرف ان احنا بناكل الشرطي بتاعك. حلال حرام. عايزها مداهمه. حد يخرج دلوقتي ويقول لهم ان احنا عاوزين مداهمه. المهم بس عاوزكم تظبطوا اماكنكم. تمام. انا راح اظبط مكان. هات الشرطي ده جوه. اسحبه جوه. نطلع بس ناخد لنا مكان. فانا بصراحه عايزها مداهمه. المره اللي فاتت التفاوض عملناه وفي الاخر هربنا يعني بس قتلونا في النهايه. فكده هيقتلونا فخلاها دخول كده مداهمه.
وفي نفس الوقت برضو نبقى احنا واخدين عليهم افضليه باللي احنا موجودين هنا يعني في المكان. وبصراحه شايفها هنا افضل. فشلوه يا رجاله ما تنسوش. ايوه انا استخبلوه هنا، اللي يخش حرفيا هيلاقي نفسه بيدعك. المكان ده جامد جدا بصراحه، بدل ما اقف هناك في وشهم. واحد في وشهم وانا هنا والتاني من هنا. ايوه طمنوني، فشلتوه ولا لا؟ فشلت يا رجاله. استلمت يا شيخ، يلا بينا. انا مشكلة مش عارف ايه مكان باب الخلفي، انا عارف لو باب الخلفي ده اوبن ليا انا هتفشل. لا 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 اذبحوا اذبحوا ايش طيب، يخرب بيتك. تسلم تسلم، ده الفشخ والنقيب اللي احنا كنا خاطفينه. تم تم تم، خش انا عايزهم يخش. يا نهار ابيض على الرش اللي على الباب، عايز حد فيهم يفكر يخش، حد يفكر يخش. كده محدش فيهم بيخش. قتل خوي، قتل خوي، في واحد قتل خوي. استلمت، واحد من صحابنا اتقتل، واحد من صحابنا اتقتل للاسف. انا عايز حد يخش. الله، مات صاحبي، مات صاحبي، مات. انا سامع صوت الطلق كتير قوي يا جدعان، انا حاسس اني ما بعملش حاجه. ايه ده، انا بفرج بس ولا ايه؟ انا خايف اطلع في رصاصه تيجي طايشه. انا خايف حد يخش من هناك. انا شلت، يمكن انا شلت 15 واحد. اوف 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 اوف، خش 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 جوه. انا خايف اقتل صاحبي، لسه في بره، لسه في بره. انا شلت كل اللي هنا، كل اللي هنا شلته. انا ما قتلتش حد. ايه ده، ما قتلتش حد يا عم. اوف، شفت 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 كل العساكر. ها بس انا ما عملتش حاجه. قشطه عليك يا معاه يا ابن اللعيبه. عايش عايش والله، عايش. هم كلهم متدربين ولا ايه؟ جامد جامد موت والله. اوف على المدرعات. تسلم 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 تسلم. يلا بينا، يلا 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 بينا، يلا يلا. انا ما قتلتش حد على فكره، ما قتلتش حد. ايه ده، انتوا جايبين هيلي واباتشي. لا انا ما قتلتش ولا واحد. بص بص الجريده كلها، تم النقل تم النقل. ايه ده يا مطوع يا متشرد. هلا هلا بالشيوخ، هلا هلا. اوكي اوكي انا ما خلاص، ماشي همشي همشي همشي. هيئة ايه دي؟ هات لنا شرطة، عايزين نقتل شرطة شوية كمان، عشان انا ما عملتش حاجة في الفايت اللي فات ده. فضلت مستخبي على اساس ان هم يخشوا ومحدش فيهم دخل. يلا يا عسكري يا مهزأ. هدي هدي هدي، تعال تعال اركب اركب اركب، اصعد اصعد. كيف حالك يا؟ وقف على العربية، العربية جامدة من جوه. لا ده فزع لي فزعة جامدة ده. بس 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 يلا يا باشا بالسلامة. يلا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب. العظمة دي كلها. يلا يلا، أنا فاكر بتوع الهيئة دول تبعنا يا جدعان والله. يلا يلا، عاش عاش عاش. الله عليك يا أوبا. قتلنا غيره غيره، اللي بعد اللي بعد. الله يلعن. الله يلعن. يخرب بك كده، يخرب. أف. أنا صاحبي. أربعتك أربعتك. بيض الله وجهك يا مباحث، بيض الله وجهك يا مباحث. هذا والله انت حظك على الحال، انت محظوظ. غريب هذا الرجال، شكله مو غريب. ايوه ايوه، اسلم اسلم، اديله يخرب بيت الفزعات، يخرب بيت الفزعات. عاش والله، عاش عاش. فكوني 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 بالله، فكوني فكوني. لا لا لا، هم تبعنا دول ولا مش تبعنا؟ العيال بتوع الهيئة دول باين عليهم. هو شكله فاكرني، اصل انا لسه قاتله. لا 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 لا، قتلوه قتلوه قتلوه. اركب فين يا ابني، اركب فين، يخرب بيتك. انا سامع صوت هيلي 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 هيلي، ايه الشغلانه دي؟ هذا انا مش هحلك. انجز انجز انجز. ايوه ايوه ايوه، اوعى اوعى نظر. اخ اه، اخرب بيتك. قتلني، اسقطني. بس انا وقعت الهيلي على فكره. يا الشخص اللي ورانا دي سريه ولا ايه الدنيا؟ بدون تنظيم ايه بس يا راجل، ده انت فرتكت العربيات. اه لا تهيزرني. ايوه يخرب بيت كده، بس ربنا نزلته. طب سيبني سيبني سيبني. تم اسقاط شخص يا ابني، انت عاملني درع يا ابني. ايوه ايوه ايوه، رجاله الفزع جم. انا ما اعرفش ازاي لحقت هيزرني، خلاص هيحبسني، يا اما يديني حبس يا اما يديني اعدام. بس كده شباب، يعني كفايه كده لحد دلوقتي، احنا عملنا كتير جدا، قتلنا شرطه كتير. فبصراحه حاسس اني طولت عليكم في الفيديو ده. بس اللي حابب يلعب معانا وحابب يخش فايتات معانا بالشكل زي كده، هسيب لكم لينك سيرفر الديسكورد بتاعهم تحت في الديسكربشن، تقدروا تدخلوا السيرفر وعلى طول تروحوا انتظار الاداره وهتتفعلوا على طول. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.